مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الصحفية نقدمها لكم من قناة شوف تيفي. نستهل الجولة من يومية أخبار اليوم. الملك في فاس الثلاثاء، وهذه أبرز المشاريع التي سيدشنها، حيث تنطلق بعد غد الثلاثاء حسب مصادر اليومية زيارة الملك محمد السادس لمدينة فاس التي يحل بها بعد زيارة خاصة لفرنسا. وكشف ذات المصدر أن الزيارة الملكية لمدينة فاس ينتظر أن تعرف تدشين مشاريع بفاس العتيقة التي أعطى الملك انطلاقة الأشغال لترميم وإعادة تأهيل 27 معلمة تاريخية بها. وإلى المساء التي عنونت الدولة تحضر لأكبر لائحة المستفيدين من العفو بشروط جديدة. وفي التفاصيل، يجري الإعداد للائحة كبيرة للعفو عن السجناء، سيتم الإعلان عنها بعد شهر رمضان مباشرة، إذ توصلت مديرية الشؤون الجنائية والعفو بآلاف الطلبات التي تخص الاستفادة من العفو الملكي قبل صدور المذكرة المصلحية التي تتضمن الشروط التي تحدد اللوائح الخاصة بالمستفيدين من العفو. تفاصيل أوفر تجدونها بذات اليومية. وإلى الصباح، تغييرات في صفوف كبار ضباط الجيش، إذ يحال عدد من كبار الضباط على التقاعد نهاية يوليوز المقبل. ووفق معطيات حصلت عليها الصباح، فإن الأمر يتعلق بنحو 11 برتب جنرال وجنرال دوبريكاد وصلوا سن التقاعد في مختلف أسلاك القوات المسلحة والدرك الملكي. ويختص الملك بصفته القائد الأعلى للمؤسسة العسكرية بتوقيع قرارات الإحالة على التقاعد، وتهم الضباط المصنفين في رتبة كولونيل ماجور وما فوق. ونختم من الأحداث المغربية، الصدفة تقود فرقة للدراجين إلى اكتشاف مسدس وذخيرة حية، إذ عثرت المصالح الأمنية على أسلحة وذخيرة حية بمنزل تعود ملكيته لشيخ يمتهن تجارة المتلاشيات. ويعود سيناريو الحادث حينما قرر اللصوص اقتحام منزل الشيخ بهدف السرقة، حيث عمد إلى كسر الباب وقام بتكبيله وإغلاق فمه بلصاق. تفاصيل أوفر تجدونها بالأحداث المغربية. جولتنا الصحفية انتهت، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.